اهلا البنات، كي دايرين؟ بخير، اموركم مزيانه؟ عشا تعاودوا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا هاد لا فيديو جديده ديالي. اليوم العرس ديال لوستي، جبنا هذا الدهاز لهنايا اللي عند كاوتر بوفي. المهم كما تيبان لكم راه دارته في الضيافار وريغلاتو، حيتاش العشيه عندنا الدفوع. كوثر بوفي راه حدا جنان الاطلس، حدا البنك الشعبي. المهم هي معروفه بالخدمه المتقونه والاثمنه الجد جد مناسبه، ومازال غادي ناخذ من عندها شي اكسسوارات اللي كيحتاجوا للحنة. المهم غتشوفوا كل شيء بعينكم في هذا الفيديو. هذا كما تيبان لكم راه داك الشيء متول، زدت لهم دوك الوريدات في الجنب، وهذا عطاتهم واحد الطابع غزال لهذا الدهاز. هذا عجبني انا هذا الشيء اللي درت لهم، تبارك الله عليها، تحيه ليها من هنايا. دابا غنمشي للصالون باش نقضي شحال من غرض، وباش نبدا انا الاستعدادات ديالي الخاصه باش نحضر لهذا العرس اللي هي ما كانتش على بالنا. جا داك الشيء كلشي في سيمانه وحده، زربان خطوبه وتركب الخواتم وعرس دقه وحده. الله يبارك ليهم الله يسخر ليهم هاد المناسبه هادي. ان شاء الله غادي نحاول انني نشاركها معكم، داكشي اللي قديت واللي ما قديتش راه غادي نكاشيها لكم شي شويه. المهم غادي ما غاديش نبخل عليكم بزاف د الحوايج. دابا غادي نتلاقاو ان شاء الله في الصالون باش نشارك معكم اهم الاستعدادات اللي كندير قبل اي مناسبه، وخصوصا هاد المناسبه هادي اللي جاتني على غفله وما كنتش عوال عليها. اول حاجه مشيت للصالون، غسلت شعري ودرت واحد الماسك ديال اوميغا 3. المهم ماسك مغذي وملين، وهانتوما غتشوفوا النتيجه من بعد. المهم راكم عارفين اللي مش كينشفوا داكشي، داكشي علاش درت هاد الماسك هو الاول وغطيته. وغادي ندوز دابا لاهم حاجه غادي نشارك معكم، هي بودره التفتيح ماسك البشره. كنديروا فيها ثلاثه ديال المكونات. المكون الاول بودره ديال الروز، والمكون الثاني بودره ديال الشوفان، والمكون الثالث نيدو. وكنخلطوهم يا اما بالياغورت او لا بالحليب، وتنزيدوا شويه ديال المورد في وسطه. المهم كما تيبان لكم كيكون مطلوق باش يشرب تشربوا لابو، وكتعطي واحد النضاره واحد الاشراقه للبشره ما نعاود لكمش عليه، وتا الماكياج تيطلع عليه يا سلام. غادي تشوفوا كلشي على عينيكم. المهم انا غنخلي هذا الماسك هذا ربع ساعه وعاد غادي ندخل الدوش. المهم هذا الماسك البنات ماشي ضروري ديروه غير قبل المناسبه، هذا ممكن ديروه جوج مرات في الاسبوع، تيوحد البشره وتيعطي واحد النضاره واحد الاشراقه للبشره. المهم انا غادي نسالي الماسك ديالي وغنبقى ربع ساعه وندخل الدوش. ما تمشيو فين البنات، انا ساليت الدوش ديالي وغسلت الماسك اللي كان في شعري وغسلت وجهي، هانتوما كيبان راه كيبان نقي. يلا نتلاقاو في الصالون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. بسم الله بها بديت، بها يبقى البديع، على النبي صلى لا إله إلا الله، لا
كيف بان لكم البنات العروسه ساليت لها سبقتها هي الاولى حيت هي اللي خاصها توجد دغيا وتوجد بكري باش ما توترش. وعاد دست انا راسي لبست الجلابه ديالي كنت ديجا موجدتها من البارح هي والاكسسوارات ديالي ووجدت كل حاجه باش ما نحرش ملي نكون غاده. حتى الصباغه اختاريت صباغه وصباغه صدفراني كل شيء واجد عندي. المهم بقيت حيره غير بين واش نلبس نضاله ولا نلبس صباط. في الاخر خديت واحد القرار انني ناخذ نلبس صباط. هذا الشيء علاش اختاريت الصباط لانه تيجمع رجل وكيكون مريح حسن من الصنداله. ودابا غادي نكمل لاماكياج ديالي حتى الاخر وغادي نحاول حتى انا نكون متعلقه حتى انا في هذه المناسبه هذه. المهم بقى معايا حتى الاخر باش Thank you.
I'm gonna make it.
بهذا الشكل هذا تسالت العرسيه ديالنا يا لاله، وتلاقينا مع هذا اليوتيوبر اللي هو ولد مدينه خنيفرة، اللي هو تحدى الاعاقه ديالو، وصل شي حويجات اللي ما وصلوهاش الناس العاديين. وهو طيب طيب جدا، واحد تلاقى معاه تيدخل ليه الخاطر. فهاد اللحظات راه كيطلب من المتابعين ديالو انهم ينضموا للقناه ديالي، كنشكره بزاف. المهم نتمنى ان الحلقه تنال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، وما تنساوش تخليوا لي لايك وتعليق، وتهلاو لي فراسكم، والى اللقاء الى الحلقه المقبله ان شاء الله.